الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن، نقدم لكم هذه النشرة الجوية اليوم من المنزل. نتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة على المملكة خلال الساعات القادمة وأيضا خلال الـ24 ساعة القادمة بإذن الله. حيث تأثرت اليوم المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، تكاثرت الغيوم متوسطة الارتفاع وأيضا عالية الارتفاع، هطلت بعض زخات الأمطار كانت عشوائية الطابع ومتفرقة في بعض المناطق خلال ساعات نهار اليوم. خلال الساعات القادمة خلال ساعات الليل يتوقع أن يستقر تدريجيا الطقس، وبالتالي يميل الطقس للاستقرار. أما يوم غد يستقر الطقس تماما، تتفرق بعض الغيوم العالية في عموم مناطق المملكة، لكن ترتفع قليلا درجات الحرارة وتبقى حول إلى أقل بقليل من معدلاتها، وتسجل العاصمة عمان حوالي 21 درجة مئوية كحرارة عظمى. كان هذا كل ما لدي لحد الآن، إلى اللقاء.